لتميزها بصيف اللهب، صمت رهيب خيم على شوارعها التي تأثرت قبل ذلك بتخبط الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا. ومع بدء العد التنازلي لغروب الشمس، زاد معدل الإقبال على ممارسة طقوس العيد المتضمنة أمنيات الأمن والاستقرار الدائمين في عموم العراق. من الشمال للجنوب، مناسبة عيد الفطر المبارك، إن شاء الله يعود علينا وعليكم الصحة والعافية والستر والسلامة، وترحم على شهداء الحشد الشعبي، شهداء الجيش العراقي والقوات الأمنية. أكو ذاك العيد حظر، هذا العيد ماكو حظر، طلعت العالم وجاء تطلع وتسوق هواي ماكو يعني. كل عام وانتم بخير والشعب العراقي بأمن وأمان، ألف رحمة على الشهداء، أرواح الشهداء إن شاء الله. ولتميز البصرة بزواياها الترفيهية العديدة ولوجود المعالم التاريخية هنا والسياب مثالا، دفع ذلك أبناء المحافظات الأخرى لقضاء عطلة العيد هنا. والله نعيد أهلنا والشعب العراقي كافة من شمال الوطن إلى جنوبه بجميع أطيافه ومكوناته، ونتمنى الحياة السعيدة والأمن والأمان للشعب العراقي. يعني من لكم الموافقية دائما حفظ صلاح الدين هذه بالمناسبة. نعم. وشهداء يعني يبقون ذكرى لدى الشعب العراقي. أنا أتمنى الخير والاستقرار والأمن، كل شيء ما أريده بس الأمن والاستقرار. إصرار على تجاوز صعاب الحياة بالابتسامة والتسامح بعيدا عن لغات التهديد والوعيد، وتأمل بمستقبل أكثر ضمانا لحقوق أفراد مجتمع وقع ضحية مزيج التقلبات الأمنية والصحية خلال العامين الماضيين. ارتفاع درجة الحرارة، إجراءات الحظر الصحي المتقلبة، عوامل أثرت سلبا على حركة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. وعلى الرغم من تلك المؤثرات إلا أن الابتسامة حضرت، والأمل تجدد بغد آمن بعيدا عن الفيروس المتفشي والرصاص المنفلت. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.